وبمناسبة زيارته الرسمية والرعوية إلى الأردن، استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نيورسات غبطة البطريرك بشار الراعي الذي تحدث في موضوعات عديدة تخص لبنان والأردن والكنيسة. كونوا معنا. غبطة أبينا البطريرك، أنت هنا لست ضيفا، أنت الراعي، تأتي راعيا، وعندما تكون ضيفا فأنت ضيف جلالة الملك في هذه البقعة التي أنت تحب وهي تحبكم. أنت في رحلة حج ثالثة إلى أردن البركة، كيف تجدون هذه الزيارة؟ إيش معناها بالنسبة لصاحب الغبطة؟ كل مرة آتي إلى الأردن أكتشف أموراً كثيرة جديدة. دعني أبدأ بكنيسة مار شربل وهذا المجمع، هذا كله جديد بهمة الخوري جوزيف سويد الذي في غضون سنة ونصف أنجز ما أنجز، وهذا شيء كبير. على المستوى المملكة رأيت أيضاً تقدماً كبيراً على المستوى الإنمائي، والاكتشاف الأكبر الذي كنت على غير معرفة دقيقة فيه هو هذا الشعب المتلاصق تماماً، مسلمين ومسيحيين، بشكل يجعل منهم عائلة واحدة. وقلت في نفسي كما عبرت أيضاً للذين التقيناهم أن الأردن بهذه الصفة يعطي أمثولة ودعوة لعالم يعيش نزاعات وحروب وكراهية، بل هناك من يسعى ليقول أن الأديان هي مصدر خلافات. هذا غير صحيح. الديانات تعلم الروحانية، تعلمنا أننا كلنا إخوة وأخوات لأب واحد هو الله في السماء. الأديان تعلمنا هذا العيش معا، لكن السياسيين وأصحاب المآرب في العالم لكي ينالوا شعبوية يلقون حمل كراهيتهم وبغضهم وحروبهم على الديانات، والديانات هي منها براء. أقول هذا لكي أشدد على أن الأردن يلعب هذه الرسالة بوجه كل العالم، وأتمنى وأصلي لكي يظل بهذه الصفة وهذه الميزة. ونحن كلبنانيين بالنسبة إلينا هذا يدق على وتر حياتنا اللبنانية، لأن لبنان قائم على هذا العيش معاً المنظم بالدستور والمنظم بالميثاق الوطني، وليس قضية تواجد، ولكن نعيش معا بتنظيم من الدستور والميثاق الوطني. ونحن يعنينا جدا هذا لبنان أن يستمر على ما هو بالرغم من كل المحاولات التي تعمل على تشويه وجهه، لكننا نحن نصمد لكي نحافظ على هذا الوجه، لأن لبنان كما الأردن صاحب رسالة ينبغي أن يلعبها على هذا المستوى.